أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، شدد الرئيس على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وإطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة، وكذلك الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة، مؤكدا كذلك أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.